أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الزراعي في برنامجكم في بيتنا المدرسة، وعلى قناتكم المفضلة دائما، قناة التعليم الفني، قناة مصر التعليمية. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها بشكل مبسط وبشكل سريع عن ايه هي أقسام أو ايه هي أجزاء قسم الصناعات الزراعية إن شاء الله اللي أنا هدرس مادته في الصف الأول الزراعي، وإيه هي الحاجات اللي أنا ممكن أجهزها أو عشان أبدأ بيها قبل ما أخش المعمل أو قبل ما أدخل المعمل بتاع قسم الصناعات، بالإضافة كمان إيه هي الإرشادات العامة اللي المفروض إن أنا ألتزم بيها داخل معمل الصناعات الزراعية علشان أنا ما يحصليش أي مشاكل أو ما يحصليش أي ضرر للمكان أو ما يحصلش كمان أي ضرر للمكان اللي أنا ببدأ أتعلم فيه أو بدرس الجزء العملي فيه مادة الصناعات الزراعية. خلاص التزمنا بالإجراءات دي، بدأنا نحضر حاجتنا، بدأنا نحضر شغلنا، إن شاء الله هنبدأ بقى ندرس الجزء النظري في مادة الصناعات الزراعية، ونبدأ بالوحدة الأولى في مادة الصناعات الزراعية، واللي بنتكلم فيها عن إيه هو علم الصناعات الزراعية، وإيه هو دور الدولة في علم الصناعات الزراعية، وإيه اللي خلى الإنسان يفكر في عملية التصنيع، وإيه هي أساسا مادة أو إيه هو تصنيع، يعني إيه تصنيع زراعي بمعنى صح، أو إيه اللي وصلنا لإن إحنا نعمل عملية التصنيع الزراعي، وإيه أسباب انتشار التصنيع الزراعي. في حاجات كتيرة كده أنت حضرتك لما تقعد تفكر فيها أكيد هيبقى في إجابات في دماغك او في مخيلتك، احنا بنأكدها لك الكلام ده او بنأكد لك العلم ده بتاع التصنيع ده، بنأكده لك في اطار معرفي واطار علمي، بحيث انك تكون ايه زي ما قلنا ايه ملم في مادة الصناعات الزراعية علميا وعمليا. يعني في الجزء العملي حضرتك حدث ولا حرج بتتعلم فيه كل حاجة، كل ما تتخيل، واللي ما تتخيلوش كمان انك ممكن تشتغل فيه داخل قسم الصناعات الزراعية بتتعلمه فيه. يعني ممكن ما تتخيلش، كنت تتخيل في يوم من الايام مثلا انك تقف في فرن فرنجي تبدأ تعمل عيش او تعمل باتيه او تعمل كرواسان او تعمل اللي هي المنتجات بتاعت الفرن الافرنجي مثلا، بتلاقي نفسك داخل الفرن الافرنجي وفي يعني مدربين بنجيب لك شيفات على اعلى مستوى وعلى افضل مستوى بيعلموك احسن المنتجات اللي هي بتتعمل في المطاعم بره واللي الناس بتقبل عليها بره، بتتعلمها بكل طرقها بكل وسائلها، بتشتغل فيها بايدك، بتطلع فيها منتج انت يعني بتحس انك كمان فرحان بالمنتجات اللي انت بتعملها، بتروح تتباهى بيك، وده حقيقي والله، بتتباهى بالحاجات دي في وسط زمايلك وفي وسط قرايبك وفي وسط الناس اللي بتحبهم. طيب تتلاقي نفسك مثلا دخلت معمل الخاص بالفرن البلدي، بتبدا ازاي تعمل العيش، ازاي اسف في الكلمه زي ما بيقولوا كده تقرص العيش، ازاي تفرده، ازاي تهويه، الكلام ده كله برضو انت ما كنتش في يوم من الايام تتخيل انك تخش مكان زي ده او تدخل مكان زي ده تتعلم ازاي بيعملوا المنتجات دي، ازاي تعرف ان العجينه دي حصل لها عمليه تخمر او خمره امتى، ازاي انا ابدا اقطعها، ازاي ابدا اجزئها، ازاي ابدا اظبط الموازين بتاعتها. طبعا طبعا ده كله حاجات انت بتتعلمها، يعني احنا مش بنعلمها لك علشان خاطر نستفيد منك، لا احنا بنعلمها لك علشان خاطر نفسك، علشان خاطر انت لما ان شاء الله يجي لك اي فرصة عمل خاصة بالحاجات دي او بخاصة بالمنتجات دي ما تقالش لا انا ما عنديش خبرة ولسه هتعلم من اول وجديد وابوظ او ابهدل المكان اللي انا بتعلم فيه، لا انت داخل في المجال دوت او داخل في مجال الشغل دوت وانت عندك الخبره الكامله، زي ما قلت لك احنا بنجيب لك مدربين او شيفات على اعلى مستوى من الخبره علشان يبداوا يعلموا او يعرفوا الطلبه
ازاي بينتجوا المنتجات دي. بتدخل كمان قسم او المعمل الخاص بالصناعات الغذائيه، بتتعلم بقى فيه كل حاجه، بتتعلم فيه ازاي تعمل المربات، ازاي تعمل عمليه حفظ للمنتجات الغذائيه، ازاي تعمل المنتجات اسف الزراعيه، ازاي تعمل عمليه تجهيز للمنتج الزراعي علشان اعمل له عمليه تخزين او عمليه تجميد. بتدخل معمل الخاص بالمنتجات او حفظ اللحوم، بتتعرف ازاي تعمل لو مثلا انت عندك الدواجن، ازاي تعرف تذبح الفراخ، ازاي تعرف تنظفها وتقطعها قطع وتشفيها وتعمل بانيه. انت في قسم الصناعات الغذائيه احنا بنربي طالب، بنديله كل المعلومات الكاملة اللي تهيأ له بأقل التكاليف الممكنة بأنه يبدأ يحصل على أعلى ربح ممكن في أقل مدة زمنية ممكنة. ما بنخليكش تعتمد على أدوات خارجية أو مكلفة علشان تبدأ تشتغل فيها، لأ، ده أنت هتلاقي لما تخش المعمل أو لما تدخل المعمل، إيه ده أنا شفت الحاجة دي عندي في البيت، أنا شفت مثلا الحلة دي عندي في البيت، أنا شفت الخلاط ده عندي، أنا شفت السكينة دي عندي، فإذا أنا بشتغل بأدوات هي موجودة بالفعل عندك. ما بنخليكش تحاول إنك تقترض أو تجيب فلوس من بره لو أنت ما عندكش الإمكانيات دي علشان تبدأ تجهز مكان أو كذا، لأ، ده أنت في مكانك، في بيتك، في مطبخك، في محلك ممكن تبدأ تعمل مشروع صغير بأقل أقل أقل التكاليف الممكنة، ويبدأ يديك أعلى ربح وأعلى عائد ممكن في أقل مدة زمنية. زي ما احنا بنقول، احنا بنجيب المنتج من السوق اللي هو المنتج الزراعي من السوق، بنجهزه بنبيعه. فإذا انت ما عندكش، ما بنخشش في دورة رأس مال، ما بنخشش مثلا زي بعض الأقسام التانية نستنى مثلا المحصول يطلع في موسم معين علشان أبدأ أبيعه وأبدأ أستفيد منه، أو مثلا لو أنا بربي حيوانات مثلا ماشية بستنى لحد ما توصل عمر معين عشان أبيعها، أو عشان مثلا أخد اللبن بتاعها. ما فيش الكلام ده، أنت حضرتك بتاخد المنتج من السوق زي ما بنقول، تدخله عندك في المعمل بتاعك او بتدخله في المطبخ بتاعك، بتعمل له عمليه التصنيع، بتبيعه في نفس اليوم او في اخر اليوم زي ما بنقول، فبيدخل عليك الربح. تدخل بتكون بتشتري الحاجه مثلا قلنا ب 10 جنيه تبيعها ب 15، تبيعها 20 جنيه، يبقى انت الربح ده بتحطه في جيبك بشكل سريع. يبقى اذا انت في الصناعات الزراعيه بتتعلم ازاي تقدر تبقى راجل زي ما تقول كده في البلدي كده راجل كسيب، راجل ازاي تعرف تجيب القرش وتحطه في جيبك وكمان تحافظ عليه وتكبره. خلاص؟ طيب ايه هو بقى علم الصناعات الزراعيه، او ايه تعريف علم الصناعات الزراعيه؟ دي اول حاجه بقى لازم ايه نركز بقى مع بعض كده ونفهم كده ايه الماده بتاعتنا كده السلسه الجميله السهله اللي ما فيش فيها ان شاء الله ايه مشاكل او حاجه هتعقنا في عمليه التعليم. تعريف علم الصناعات الغذائيه هو عباره عن علم يبحث في انسب وايسر المعاملات التي تتناسب مع طبيعه المنتجات الزراعيه الخام لغرض حفظها والمحافظة على القيمة الغذائية بها أثناء إنتاجها ونقلها وتوفيرها على مدار العام. يبقى إذن علم بشكل كده مبسط، بشكل بسيط وجميل، علم الصناعات الزراعية يا حبايبي ده بيعتمد على إيه؟ إن أنا بشوف هي أفضل المعاملات اللي ممكن اعملها، افضل العمليات، افضل الطرق اللي ممكن اعملها على المنتج الزراعي. وطبعا لازم نفرق ما بين المنتج الزراعي ده حاجتين، في منتج زراعي حي وفي منتج زراعي نباتي، يعني في منتج زراعي حيواني وفي منتج زراعي نباتي. ده له طريقه معينه واجراءات معينه بتعامل معاه بيها، وده كمان له اجراءات وطريقه معينه بتعامل معاه بيها. فاذا انا عندي المنتج الزراعي النباتي بتعامل معاه بطرق معينة ليه خاصة بيه، طب المنتج الحيواني برضو بتعامل معاه بطرق خاصة بيه، علشان ايه؟ علشان اشوف ازاي اقدر احافظ عليه اطول فترة ممكنة بحيث اني ما اقلش
من القيمة الغذائية اللي موجودة فيه. هو ده علم الصناعات الزراعية. تاني، علم الصناعات الزراعية هو علم يدرس كيفية وأنسب الطرق الخاصة بالمعاملات بمعاملات المنتج الزراعي بحيث انه يحافظ على القيمة الغذائية الموجودة فيه ويتم حفظه أطول فترة ممكنة بدون أي تلف أو ضرر يحدث فيه. هو ده ملخص تعريف علم الصناعات الزراعية. وده سؤال أساسي بيجي لك في الامتحان في المادة في الجزء النظري في الامتحان النظري. أنت عندك في الامتحان بنمتحن جزء امتحانين خاصين بكل مادة عملية. حاجة اسمها امتحان عملي بتمتحنه في المعمل، وحاجة اسمها امتحان نظري بتمتحنه في قاعة الامتحانات. الامتحان النظري ده بيجي لك في الجزء النظري اللي احنا بنشرحه دلوقتي. طيب الامتحان العملي ده بيجي على اساس اللي انت الادوات والخامات والمنتجات اللي انت اشتغلتها داخل المعمل. الجزء النظري بتيجي فيه انت ان شاء الله على مدار الحلقات بتاعتنا ايه اللي جايه هنبدا نقول فيه، يعني في كل جزء بنشرحه ايه هو السؤال اللي ممكن يجي لك او الحاجات اللي ممكن تجي لك بحيث انك تبدا تدونها وتبدا تذاكرها اول باول. طيب في العملي احنا زي ما قلنا، مش احنا قلنا ان احنا بيكون معانا دفتر ملاحظات صغير كده. طيب الدفتر الملاحظات ده ببدا اكتب فيه الحاجات اللي انا شفتها، والله منتج كذا، خامات كذا، ادوات كذا وكذا 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 خاصه بعمليه تصنيع كذا. طيب فباجي في الامتحان العملي، لما بخش الامتحان العملي بلاقي الاستاذ حاطط لي بعض العينات قدامي. عينات دي عباره عن ايه؟ منتج، خامه، نوع من انواع الفساد، ايه اداه من الادوات اللي انا اشتغلت بيها اثناء الامتحان العملي على مدار الفتره بتاعه الدراسه او الثلاث شهور اللي انا درستهم قبل الامتحان العملي او النظري بتاعي. فبخش بدخل الامتحان العملي ببدا ادون الملاحظات عليها، بالاضافه لي حاجه اسمها المهاره، ودي بيحددها لك الاستاذ، وبرده انا هشرحها لكم ان شاء الله المهارات دي قبل ان شاء الله ما نعمل او قبل ما ندخل الامتحانات العمليه بتاعتنا. حد اشرح لكم المهارات اللي ممكن تيجي لك في الامتحان النظري ان شاء الله بحيث انك تكون ملم برضو بيها، وكده كده المهارات دي انت اشتغلتها في قلب المعمل فانت ان شاء الله هتبدا تحطها يعني او تضع النقاط بتاعتها 1 2 3 4 بالاضافه للامتحان الشفوي او السؤال الشفوي اللي انت بتاخده او بتتساله من المدرس اللي بيمتحنك في اثناء الامتحان العملي. طيب ده الجزء العملي. الجزء النظري بقى اللي بنتكلم فيه ان شاء الله في حلقتنا او في حلقاتنا ان شاء الله اللي جايه، زي ما قلت هنديك او هديك كل شويه سؤال، السؤال ده جاي اكيد ان شاء الله ان شاء الله في الامتحان النظري بتاع منه تعريف علم الصناعات، وده سؤال اساسي لازم يجي لك في الامتحان. طب ايه هو؟ زي ما قلنا التعريف شرحناه من 5 دقائق وعرفنا تعريف علم الصناعات هو عباره عن ايه. زي ما قلنا هو عباره عن علم يدرس انسب الطرق وافضل الطرق التي تحدث او تتم التعامل معها مع المنتج الغذائي مع المنتج الزراعي بحيث يتم المحافظه فيه على القيمه الغذائيه للمنتج الزراعي اطول فتره ممكنه في لعمليه الحفظ. طيب ده تعريف علم الصناعات الزراعيه. تاريخ الصناعات الزراعيه. الصناعات الزراعيه يا جماعه ده مش مادة مستحدثة، يعني مش حاجة احنا درسناها او فكرنا فيها من كام سنة فاتوا فاحنا بدأنا دلوقتي ندرسها للطلبة ونعرفهم بيها، لا. ده الصناعات الزراعية دي حاجات كانت قديما يعني موجودة منتشرة من قديم الازل، بس احنا كل اللي فيها ان احنا عملنا لها اطار علمي. الحاجة التانية ان هي ما كانتش معروفة باسم صناعات زراعية، كانت بتيجي نتيجة الخبرات والتداول ولجوء الناس ليها. كانت بتقتصر الصناعات الزراعية قديما على عملية ايه؟ حاجة واحدة بس، حفظ المادة الغذائية اطول فترة ممكنة. حفظ المادة الغذائية اطول فترة ممكنة. كانت تختلف وسائل الحفظ من مكان لمكان حسب طبيعة البيئة اللي موجود فيها المادة الغذائية. فعلى سبيل المثال المناطق الصحراوية بيعملوا عملية حفظ للمادة الغذائية بشكل معين، المناطق الساحلية بيعملوا عملية حفظ للمادة الغذائية بشكل معين تاني مختلف،
وكذلك المناطق الثلجيه او المناطق الجبليه اللي عايشين في على اعلى الجبال، ومناطق والناس اللي عايشين في المناطق اللي فيها سلوك كتير ثلج كتير، يعني ثلج كتير، بيحفظوا الماده الغذائيه بشكل مختلف. فاذا كانت بتقتصر في الصناعات الغذائيه او التصنيع الغذائي او التصنيع الزراعي في المنتج الغذائي على عمليه حفظ الماده الغذائيه. طب ليه احنا سميناها تصنيع؟ ليه قلنا عليها كلمه تصنيع؟ طب التصنيع ده احنا قلنا عرفنا العمليات دي او عمليه التخزين او الحفظ دي بكلمه تصنيع، لان احنا غيرنا حاله المنتج الغذائي من الطازج الى شكل اخر. غيرنا المنتج الغذائي من الشكل الطازج، يعني اللي احنا بننزل السوق ناكله فريش، نجيب مثلا الفاكهه، نجيب الخضار، نقطعها، نعملها سلطه، كذا كذا كذا، وناكلها بشكل ايه؟ طازج زي ما هي، يا دوبك نعملها عمليه غسيل وناكلها. ده اسمها ايه؟ الاكل الطازج، اكل الفريش، ده ما فيش فيه عمليه تصنيع غذائي. طيب لو انا حولت صورته بقى من شكل من طازج لمجمد، انا كده عملت له عمليه تصنيع غذائي. ليه؟ لان انا غيرت هيئته، غيرت من شكله، غيرت من الحاله بتاعته، غيرت من حالته الطازجه الى الحاله المجمده. فلازم يكون ليه بعض الاجراءات المعينه عشان احافظ على الماده الغذائيه اللي فيه ما يحصلهاش تلف. لان مهما كان برضو انت ك ك ك ك ك كمصنع، انت مش هتجيب الحاجه الطازج زي الحاجه المصنعه. فاذا انت علشان تقدر تحافظ عليها اطول فتره ممكنه، لازم تعمل لها عمليه ايه؟ حفظ او تصنيع او اجراءات معينه ما بتكونش تقدر تعملها على الماده ايه؟ اللي بتتباع طازج او بتتباع اول باول على طول فريش في السوق. فاذا كان زمان زي ما بيقولوا، زي ما بنقول، كان بيعتمدوا في عمليه التصنيع الغذائي على انهم بيحولوا حاله الماده الغذائيه او حاله الماده او المنتج الزراعي او المنتج الغذائي من الحاله الطازجه الى الحاله المجمده عشان يقدروا يحافظوا عليه اطول فتره ممكنه. طب ادينا مثال يا استاذ. حاضر. مثال التجفيف. الناس اللي كانوا عايشين في الصحراء ما كانش عندهم لا ملح ولا كان عندهم تلج ولا عندهم مثلا نسبة مية كبيرة يقدروا يعيشوا عليها، يا دوب بيكون عندهم شوية مية بيقدروا يعيشوا عليها كشرب وبس، باستخدام يومي. فكانوا بيلجأوا لحاجة معينة اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التجفيف. كان متوفر عندهم الشمس كانت بشكل كبير وعلى مدار فترة طويلة في اليوم، فكانوا بييجوا مثلا عندهم المنتجات بتاعة المزرعة بتاعتهم ايه؟ مثلا بينتجوا بلح، بينتجوا كذا، بينتجوا كذا، فبيحطوا مثلا البلح ده او بيحطوه في صواني معينة لمدة معينة تحت الشمس علشان يبدأ تحويل البلح ده من الشكل الطازج الى الشكل ايه؟ المجفف الناشف. بيطلعوا منه او بيشيلوا منه اكبر كمية رطوبة ممكنة علشان ايه؟ يحافظوا عليه يقعد فيه اطول فترة ممكنة. كانوا بيستفيدوا من الهواء، كان بيبقى عندهم نسبة الريح او نسبة الرياح كانت الهواء كان شديد شوية، فكانوا بيعملوا فتحات في الحيطان بزوايا معينة ويعلقوا فيها اللحوم اللي كانت عندهم من المواشي اللي كانوا بيربوها في اتجاه الهواء ده، يدخل الهواء جوه اللحم المتعلق دوت وبيعملوا عملية تجفيف، كان بيقللوا نسبة الرطوبة اللي موجودة فيه. فهم كان اعتمادهم الأساسي على ان هم يعملوا عملية تجفيف او يقللوا نسبة الرطوبة اللي موجودة داخل ايه؟ المنتج الزراعي ده، فيقعد معاهم فترة اطول فترة ممكنة. يقعد بدل ما كان مثلا المنتج ده يقعد عندهم اسبوع او اتنين، لا هم عايزين مثلا يخزنوه لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة ثلاثة. فكانوا بيلجأوا للحيل دي علشان يبدأوا يبدأوا يحافظوا على المنتج الغذائي او المنتج الزراعي عندهم اطول فترة ممكنة. ده بالنسبة لمثال المناطق الصحراوية. الناس اللي كانوا عايشين على السواحل، الساحل ده او البحر اللي موجود البحر اللي هم جنب منهم ده، يعمل حاجه اسمها طرح البحر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن املاح بتبقى موجوده او ترسبات ملحيه موجوده على الشواطئ، فكانوا بيجمعوا الملح ده وهو اعتمادهم الاساسي في غذائهم على الاسماك واللحوم. فكانوا بيجيبوا طرح البحر ده اللي هو عباره عن الملح ويعملوا طبقات من الملح
يعملوا طبقات من الملح واللحوم بحيث انها تقعد اطول فتره ممكنه، كمان يقللوا نسبه الرطوبه الخاصه بيه. يبقى اذا هم كانوا بيعتمدوا في عمليات الحفظ القديمه، وبرده في نفس الوقت برده عمليات الحفظ الحديثه، بس دلوقتي عمليات الحفظ الحديثه بتتم بوسائل مختلفه عن زمان. فكانوا بيعتمدوا على شيء اساسي هو نزع الرطوبه من المنتج الغذائي عشان ما يعملش تلف للمنتج الغذائي. فكان زي ما بنقول كده بتختلف من مكان لمكان. زي ما قلنا في منطقة السواحل كانوا بيحطوا الملح او بيضعوا الملح داخل اللحوم، سواء كانت اسماك سواء كانت لحوم طازجة، بحيث ان هم ايه ينزعوا منها اكبر كمية ايه مية ممكنة تقعد معاهم اطول فترة ممكن. على سبيل المثال مثلا زي ما احنا بنشوف كده الفسيخ، زي ما بنشوف الملوحة، كل دي منتجات اسماك صناعية حصل بينا ان احنا حطيناها في نسبة ملح زيادة، فتم نزع نسبة ايه الرطوبة منها وقعدت عندنا اطول فترة ايه زي ما بنقول ايه ممكن. طيب كذلك الناس اللي هم عايشين في المناطق المتجمدة برضه بيجيبوا الثمار، بيجيبوا اللحوم عندهم وبيحطوها في طبقات من التلج عشان برضه تقعد معاهم اطول فتره ممكنه ما يحصلهاش ايه عمليه تلف. يبقى اذا علم الصناعات او تاريخ الصناعات الغذائيه هو قديم جدا، بس ما كانش زي ما نقول كان بيعتمد على الوسائل البدائية، الوسائل الطبيعية، الجو المحيط او البيئة المحيطة بالناس. فكانوا بيعتمدوا على ايه، على ان هم بيحولوا المنتج الزراعي من المنتج الطازج الى المنتج ايه المخزن عن طريق ايه استخدام البيئة المحيطة بيه. يبقى نشأ التصنيع الغذائي بشكل ممارسات فردية لغرض حفظ الغذاء من وقت لآخر زي ما احنا قلنا. فكان سابقا يستخدم الإنسان الصيد وجمع ما حوله من نباتات كغذاء، يعني كان بيصطاد الأكل أو بيصطاد الخضار أو بيجيب الخضار أو الفاكهة من المنطقة المحيطة به واللحوم ويبدأ يخزنها علشان يبدأ يعادها معاه يوم أو اثنين أو ثلاثة على ما تبدأ عملية إيه الصيد مرة تانية. طيب وزي ما قلنا تعتبر عملية التجفيف تحت أشعة الشمس من أقدم الطرق المتبعة في نظم الغذاء الزائد عن الحاجة. تاني حاجة بدأ الإنسان يفكر فيها علشان يبدأ في عملية التصنيع أو فكر في عملية التصنيع الغذائي الحروب. كانوا زمان ما كانش فيه حاجة اسمها حدود للدول، كانت كل قبيلة بتحاول انها تغزو على قبيلة أو كل بلد بتحاول انها تغزو بلد تانية علشان تبدأ تاخد الثروات اللي موجودة فيها. طب الجنود اللي بيتنقلوا من البلد لبلد أو من قارة القارة دي أو بحملهم على مراكب عشان يروحوا يهاجموا بلد تانية، دول كان لازم أهيئ لهم الأكل. ما الجندي لو راح وهو جعان مش هيقدر يحارب، مش هيقدر يستولي على المكان دوت، يبقى أنا برجعه منهزم، فلازم أوفر له غذاء محفوظ علشان يبدأ ياكلوا او يتغذى عليه اثناء ذهابه للمعركه زي ما بيقول، او اثناء كمان تواجده داخل المعركه، ان لازم يكون معاه الاكل اللي يشبعه واللي يخليه زي ما بتقولها زي ما احنا بنقول كده بصحه، بحيث انه يقدر ايه يقاوم او يقدر يحارب بشكل كويس. بعد كده بدانا عملية الاعتماد بقى على العلوم الأخرى، أو بدأنا نعتمد على الأفكار الجديدة اللي بدأت تطرح في المعاملات والمواد اللي بدأت تطرح جديدة في العالم، بدأنا نعتمد عليها في عملية التصنيع. وعلى سبيل المثال مادة الفريون، أول ما احنا عارفين مادة الفريون دي هي مادة طيارة، أول ما بدأ عملية اختراع الفريون أو إنتاج الفريون بدأنا نستفيد بيه بإن احنا بقينا نحطه في المبردات. المبردات دي بدأنا نستفيد منها بإن احنا نحتفظ بيه المنتج الغذائي داخل الثلاجات وداخل الفريزرات بشكل اطول. بعد ما كان الانسان مثلا اللي كان عايش في الصحراء وكان بيعتمد على الشمس والهواء في عملية الحفظ، لا دلوقتي بقى عنده مبردات، ما عنده غرف تجميد كبيرة يقدر يحتفظ بيها المنتج الغذائي بتاعه، منتج الحيواني بتاعه يقدر يحتفظ بيه مدة طويلة داخل هذه المبردات من غير ما يحصل له اي تلف. فاذا ده تاريخ الصناعات الغذائية بشكل عام. طيب
بعد كده اقسام الصناعات الزراعيه. الصناعات الزراعيه مقسمه الى قسمين، يعني بعد كده بيبدا منهم تفرع او يعني بيتفرع منهم اكتر من مجال. اقسام الصناعات الزراعيه، في عندي حاجه اسمها اقسام التصنيع، الصناعات الزراعيه القديمه والصناعات الزراعيه الحديثه. الصناعات الزراعيه القديمه كان بتعتمد زي ما قلنا ايه على البيئه المحيطه، على الوضع اللي احنا كنا بنتكلم فيه حسب مجال الجو، كانت بتعتمد على التجارب، ان واحد انا جربت المره دي والله انا مثلا نعنت اللحمه بتاعتي في اتجاه الشمس او في اتجاه الهواء النهارده قعدت معايا بدل ما حصلهاش تلف لمده 3 أو 4 أو 5 أيام، فبيجي التاني بياخد منه التجربه دي ويبدا ينفذها، والله انا جففت مثلا البلح بتاعي، جففت العنب بتاعي، جففت التين بتاعي لمده معينة او حطيته في الشمس لمدة معينة فعاش معايا اطول فترة ممكنة، فلذلك انا بنصح ان انت تستعمل هذه الطريقة دي. فكان بتعتمد على التجارب المتداولة، ده جرب بالشكل الفلاني وده جرب بالشكل الفلاني وبيعلمها للناس، فكانت ايه بتعتمد على الاوضاع البيئية وفي نفس الوقت التجارب اللي كانت ما بين الناس وبعضها. طيب الصناعات الزراعية الحديثة، الصناعات الزراعية الحديثة بقى دي اللي بتعتمد على العلم، بتعتمد على ما أحدث ما توصل إليه المعلومات الجديدة، إن احنا بنستخدم مثلا الغاز في عملية التجفيف بدل ما كنا بنستخدم الشمس، بنستخدم مثلا المبردات في عملية التجميد بدل ما كنا بنستخدم التلج، بنستخدم مثلا عمليات الحفظ بالمواد الحافظة زي ما احنا بنقول، فدي برضو جبناها من المركبات الكيميائية المختلفة، فاعتمدنا على العلوم المختلفة او العلوم الجديدة او العلوم الابتكارات الجديدة في العلوم الاخرى ان احنا نستفاد بيها في عملية الايه التصنيع، مادة جديدة مثلا في كيمياء، مادة كيميائية جديدة، المادة دي لقينا انها مثلا بتقتل المواد او بتقتل الجراثيم بشكل سريع او نهائي، طب نستخدمها المادة دي، ايه المشكلة لو دخلناها في عملية التصنيع؟ طب اللي فاضل ايه بقى التصنيع ازاي؟ يعني احنا نعمل عملية حفظ للمادة الغذائية يعني، طب نستخدمها ازاي؟ نستخدمها بأي كميات مناسبة بحيث انها ما تأثرش على الانسان لما يجي يتغذى عليها. فاذا مختصر كلامي ان في عندي حاجة اسمها صناعات زراعية قديمة وصناعات زراعية حديثة. الصناعات الزراعية القديمة هي اللي بتعتمد على التجارب وعلى البيئة المحيطة بالمنتج الزراعي. طيب الصناعات الزراعية الحديثة زي ما احنا بنقول هي اللي بتعتمد على ايه؟ احدث ما توصل اليه العلوم الاخرى، سواء كان علم الكيمياء، سواء كان علم الهندسة، سواء كان علم الميكروبولوجي، سواء دي هنشوفه ان شاء الله مع الحلقة بتاعتنا ان شاء الله واحنا بنكمل. طيب ده كان اقسام الصناعات الزراعية. طيب العلوم المرتبطة بقى بعلم الصناعات الزراعية، زي ما احنا بنقول او زي ما قلت ان في ان 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 الصناعات الزراعيه بنشوف احدث ما توصل او اخر ما توصل اليه العلوم الاخرى علشان ابدا استفاد بيها في علم الصناعات الزراعيه. طيب علم الكيمياء لازم اعرف الالمام بها، يعني لازم اكون انا مطلع عليها، لازم اكون شايف ايه الحاجات الحديثه، ايه يعني المجالات الجديده، ايه الابحاث الجديده اللي نزلت في علم الكيمياء اللي ممكن استفاد منها داخل او في عمليه التصنيع الغذائي اللي انا بستعمله. فانا لازم اكون ملم لمعرفة تركيب المواد الغذائية والحفظة وتأثيرها على الملوث على التعبئة. يعني أنا كمان لازم في علم الكيمياء وبالخاص حاجة اسمها الكيمياء الحيوية. الكيمياء الحيوية دي عبارة عن إيه؟ أنا بدرس تركيب المادة الكيماوية الغذائية. أنا ببقى عارف مثلا المادة الغذائية دي
فيها نسبة بروتين قد ايه، نسبة كربوهيدرات قد ايه، نسبة نشا قد ايه، نسبة سكر قد ايه. طيب لما اعرف النسب دي ايه اللي انا هستفاده؟ هستفاد ان انا هبقى عارف المادة الغذائية دي ممكن تقعد معايا قد ايه بدون تلف، ازاي كمان اقدر اقضي عليها. ان الكربوهيدرات دي مثلا انا عارف انها بتتحلل بعد مدة معينة الى مكونات معينة، السكر مثلا الثنائي او السكر الثلاثي بيتحلل بعد مدة معينة الى مكونات، التحلل ده ذات نفسه بيعمل لي تلف للمادة الغذائية. احنا مثلا لو قلنا ايه، لو جبت قطعة من اللحم مثلا وسبتها يوم، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي فيه سوائل خرجت منها. طب التاني هتلاقي فيه نسبة من العفن بدأت تظهر عليها، وهكذا. تلاقي فيه ريحة، الريحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تكسير للمادة الغذائية، البروتينات اتكسرت جواها، تحولت لأحماض أمينية، الأحماض الأمينية دي بدأت تعمل ريحة معينة، الريحة المنفرة. فإذا أنا دلوقتي لما أعرف التركيب الكيماوي أو التركيب الكيماوي الحيوي للمادة الغذائية، ببقى عارف إمتى أو إزاي أقدر أوقف عوامل الفساد اللي موجودة داخل المادة الغذائية دي، يبقى ده إيه؟ مبدئيا. إيه؟ طيب، تاني حاجة بقدر أعرف كمان إيه آخر أحدث، إيه آخر التركيبات الكيماوية اللي ممكن أأثر بيها على المواد الكيميائية اللي موجودة داخل المادة الغذائية. يبقى أنا بعرف إيه هي المواد الكيماوية اللي أنا بستفاد منها، وممكن إن أنا تقضي لي على المواد اللي بتحصل بتعمل عمليات فساد داخل المادة الكيماوية، داخل المادة آسف الغذائية. دي حاجة. الحاجة التانية بستفاد كمان بعلم الكيمياء بأنه بيخترع لي مواد مطهرة بقدر أستفيد بيها جوه المعمل، ما تعمليش أي تأثير أو أي آثار جانبية على المنتج الغذائي. يبقى أنا ده قدر علمي او قدر معلوماتي عن علم الكيمياء. لذلك انت في قسم الصناعات الغذائيه لما بتيجي تتخصص ان شاء الله في الصف الثاني والثالث، ما تفتكرش ان احنا بنخليك تنعزل عن بقيه الاقسام، لا. احنا بنديك ماده 2 3 4 داخل قسم الصناعات الغذائيه، حضرتك بتكون ملم بيها ودارسها وعارف ايه المعلومات اللي موجوده جواها، لكن في نفس الوقت انت بتلف برضو على اقسام تانية اسمها الاقسام العامه، زي المحاصيل، زي النحل، اللي هي بمعنى اصح منتجاتها بتختص برضو بعمليه التحصيل، بعمليه التصنيع. فالمحاصيل مثلا بتدرس فيها انواع الحبوب، بتدرس ايه الحبوب اللي بتناسب، ازاي اقدر احافظ على الحبوب دي، الحبوب اللي هي طالعه من المحاصيل والبصل والكلام ده، ازاي اقدر احافظ عليه اقدر اطول فتره ممكنه بدون تلف، ازاي ان انا ادخله في عمليه التصنيع الغذائي واحول مثلا البصل الى بصل مجفف، ازاي احول الحبوب الى الدقيق، او اذا الى نشا. يبقى اذا انا مش بنعزل، لا، ده انا بدرس كمان علم المحاصيل، بدرس كمان الكيمياء، عشان برضو زي ما احنا قلنا بتدرس ايه المركبات الكيماويه بالشكل ده. فانا بدرس اكتر من ماده او اكتر من حاجات او اكتر من علوم اخرى داخل القسم، علشان اقدر استفاد بيهم للمنتجات الزراعيه او المنتجات الغذائيه اللي بعمل لها عمليه ايه؟ التصنيع. طيب، علم الميكروبيولوجي، علم الميكروبيولوجي ده المختص بيه، بنقسمه كده مختص بيه الكائنات الحية الدقيقة. طب وانا كمان يا استاذ هدرس ميكروبيولوجي؟ ده اساسي يا حبيبي، ما انت الميكروبيولوجي ده اللي هو بتدرس فيه الكائنات الحية الدقيقة، من بكتيريا، من فطريات، ايه هي، ازاي انا بقدر اقضي على البكتيريا دي، بقدر اقضي على الفطريات اللي ممكن تعمل لي تلف. فانا لازم اكون دارس ميكروبيولوجي او علم الميكروبيولوجي ده كويس جدا، لازم اكون فاهم كل المعلومات اللي فيه، ايه الامراض اللي ممكن تصيبني، ايه الامراض اللي ممكن تصيب المنتج اللي عندي، عشان اقدر ازاي انا اعالجه، وازاي انا اقدر اتلافاه بحيث انه ما يعمليش مشاكل في الانتاج اللي انا بعمله. ما هو انا لازم اعمل ده كله علشان اقلل كمية الخسائر اللي بتطلع عندي، ولو ان لو زادت عندي الخسائر اللي هيحصل هقفل، يبقى ملوش لازمة الشغل اللي انا بعمله. لكن انا لازم اكون مركز، لازم اكون فاهم، لازم اكون مذاكر، لازم اكون متابع كل حديث او كل جديد، علشان ابدأ ايه عملية الايه التصنيع بتاعتي ما يحصلش ليها اي ايه مشاكل اثناء ايه العمل. طيب، علم التربيعة،
علم الطبيعه ده اللي هو دراسه الغازات المستخدمه بالتبريد وتقدير حجم ووزن المواد الغذائيه بالمحاليل. وكذلك يعني غير ان انا بدرس او بشوف التركيبات الكيماويه او التركيبات اسف المواد الجديده والضغط وتحملها للضغط وتحملها للمعاملات اللي انا بشتغل بيها داخل المعمل، لا ده انا كمان بدرس في علم الطبيعه البيئه المحيطه بيا، الزراعات اللي انا بشتغل فيها او اللي انا هبدا اخد من المنتجات بتاعتها عشان اشتغل فيها، المصنع بتاعي ده او المعمل بتاعي اللي انا بشتغل فيه او اللي انا هعمله دوت في التصنيع الغذائي، المنتجات اللي انا هجيبها من بره وادخلها جوه المصنع عشان اشتغل بيها ده، ما لازم اشوف داري ايه يعني بدل مثلا واحد مش مثلا يقول لي ايه انا هعمل مثلا مصنع لتصنيع مثلا مربى مثلا ايه المانجا مثلا وليكن على سبيل المثال لو حد يعرف يعمل مانجا، طب هو انا المانجا دي وانا جنب مني مصانع بتعمل جنب مني اسف مزارع بتعمل مانجا، لا ما فيش جنب مني مزارع بتعمل مانجا. انا المزارع اللي جنبي مثلا بتعمل فراوله بتعمل تين، يبقى انا اعمل اجهز المصنع بتاعي علشان يعمل ايه التين، يعمل مربى المانجا، يعمل عصاير، يبقى اذا يبقى انا بستفاد من البيئه والطبيعه المحيطه بيا بحيث ان انا اعمل ايه المصنع المناسب بيها. ما حدش يجي يقول لي مثلا انا هعمل مصنع لتعبئه الحبوب مثلا، طب انا ما عنديش جنب مني معامل او مزارع بتنتج حبوب، انا كل المزارع اللي جنب مني بتنتج خضار وفاكهه، يبقى انا استفاد من البيئه او طبيعه البيئه الموجوده حوالي. علم الزراعه والبساتين هام في توفير المواد الغذائيه المناسبه لعمليه التصنيع، زي ما احنا بنقول برضو دي مرتبطه بعلم ايه الطبيعه زي ما احنا شرحناها من شويه. علم الهندسة، الله علم الهندسة ايه يا استاذ؟ ايه اللي جاب الهندسة للصناعات الغذائية؟ لا ده برضو علم الهندسة ده انا لازم انا قبل ما اعمل عملية التصنيع، واحنا بنقول في الحلقة اللي فاتت قلنا ان الصناعات او مع او قسم الصناعات الغذائية مقسم لاكثر من قسم، طب والقسم ده لازم يكون ملحق به اماكن التخزين واماكن الانتاج واماكن التصنيع واماكن البيع او التداول. طيب دلوقتي لو انا ما قعدتش جنب مهندس مختص، ما قعدتش جنب مثلا مكتب استشاري كويس بحيث ان هو يبدا يقول لي انت مثلا المساحه اللي هتشتغل عليها قد ايه، والله انا هشتغل على مساحه قد كده، طب ايه المنتج او المصنع اللي انت هتطلعه ده بتاع ايه بالظبط او هيطلع منتجات ايه، والله هيطلع منتجات 1 2 3 4، يبقى انت محتاج تعمل مساحه قد كده في المعمل او المصنع بتاعك للمخزن ده يكون في الحته الفلانيه او في المنطقه الفلانيه بحيث انه يكون بعيد عن او بعيد عن منطقه التصنيع عشان ما يحصلوش ايه اي تلوث. طب منطقه استلام المنتجات الخام المنطقه دي لازم تكون بعيده عن منطقه التخزين عن منطقه الايه الانتاج، طب منطقه التعبئه منطقه التوزيع وهكذا، طب لازم اكون عندي بقعد كده مع لازم ولازم اكون انا كمان عندي نوع من انواع الخبره ان انا عارف ان انا هنا منطقه استلام المواد الخام، هنا منطقه غسيل، هنا بشوف المسار كمان بتاع المنتج اللي داخل عندي ان انا بجيبه من اول ما ينزل من مناطق الاستلام بتاعته، مناطق العربيات اللي بتبدا تفرغ لي المنتج الزراعي الطازج، طيب العمليات اللي هتجرى عليه ايه؟ هجري عليه عمليه غسيل، هجري عليه عمليه تنظيف، بعد كده بدخله في هدخله في عمليه حفظ، لا هدخله في عمليه تصنيع غذائي مباشره، يبقى انا لازم اعرف المسار اللي ماشي فيه المنتج علشان ابدا احدد على اساسه الرسم الهندسي اللي هيبدا يتعمل عليه المبنى، لان اي خطا بعد كده هيتعمل بعد انشاء المبنى مش هينفع حضرتك تتداركه، لان تدارك يعني انت عشان ترجع فيه تاني هيكلفك فلوس تاني، فانت بتحاول تقلل زي ما قلنا ايه اقل التكاليف ممكنه علشان تبدا ايه تاخد اعلى ايه ربح ممكن. علم الاقتصاد، علم الاقتصاد ده فايدته ايه في عمليه التصنيع الغذائي؟ والله هو اساس عمليه التصنيع الغذائي، انا هجيب بكام واحط في جيبي قد ايه، انا هجيب المنتج الغذائي او المنتج الزراعي الطازج ده هجيبه بقد ايه وهعمل عمليه التصنيع فيه هتكلفني قد ايه، طب هبيعه في الاخر بقد كده. فاذا علم الاقتصاد ده انت لازم تكون درسه، ودي برضو من المواد الاساسيه اللي انت تدرسها في الصف الثاني والثالث ان شاء الله لما تيجي تتخصص، ازاي تقدر تقدر نسبه الربح، ازاي اقدر اقدر نسبه التكاليف،
بتاعتي علشان اطرح ده من ده واقول له خلاص يعني نسبه واحدد على اساسه سعر المنتج بقد كده، واشوف انا هيبدا يجي لي ربح نهائي قد ايه علشان اشوف اعمل دراسه جدوى زي ما بيقول. هل الموضوع ده مجدي يعني هيبقى بالنسبه لي كويس مربح بالنسبه لي ولا مش مجدي؟ لو مجدي اخره بركه ابدا اشتغل في المشروع ده، او اشوف لي مشروع تاني منتج غذائي تاني ابدا اشتغل فيه يكون مجدي وعليه طلبات السوق. يعني انا كمان لازم من ضمن علم الاقتصاد ان انا بشوف ايه المنتجات اللي بتقبل عليها الناس في السوق. ما جيش مثلا الناس ما بتحبش عندي مثلا مربى مثلا فراوله واقول لهم لا انا هعمل لكم كل يوم مربى فراوله، ما هم مش هيقبلوا عليها ما بيحبوهاش. لكن اشوف الناس بتحب ايه، الذوق العام بتاع الناس ايه، وابدا اشوف الحاجه المنتج ده اوفره وابدا اشوف الجدوى الاقتصاديه بتاعته. ده من علم الاقتصاد. طب علم الوراثه، علم الوراثه ده ايه يا استاذ؟ ده علم الوراثه ده مختص بالمنتجات نفسها بالخامات نفسها اللي هي بالخامات الزراعيه سواء كان حيواني او انتاج نباتي. بس برضو لازم اكون ملم بيه ازاي. طب ما انا في عندي سلالات معينه وانواع معينه تنفع لعمليه التصنيع وانواع معينه لا. مثلا ولا على سبيل المثال الحيوانات اللي انا بستعملها او بجيبها مثلا وبذبحها وابدا ابيعها مثلا قطع لحم، الحيوانات دي في حيوانات حاجه اسمها عالية الانتاج في اللحم وفيها حيوانات بتبقى عالية الانتاج في اللبن وفيها حيوانات اسمها متوسطة الانتاج. فانا لازم اكون عارفها، عارف ان المنتج ده او النوع ده معين من الحيوان مثلا ده نسبة التصافي بتاعت اللحم بتاعته اقل عالية جدا، يبقى انا اجيب اللحم دوت وابدا اعمل عملية تصنيع ليه. طب المنتج الزراعي ده انا عارف مثلا ان ثمار مثلا معينة من المانجا او ان انا هخلط مثلا ثمار معينة من المانجا او ثمار معينة من الفاكهة او الخضار وخلطتها مع بعض هتديني ثمرة تانية يكون فيها نسبة التصافي او اللحم زيادة شوية بحيث انها تفيدني في عملية التصنيع بتاعتي. فاذا انا لازم اكون برضو دارس من ضمن العلوم اللي انا اكون ملم بيها وعارف بيها. هي مش الدراسة انك تكون حافظ او تكون يعني فاهمها بشكل كامل، لا، انك تكون ملم بالمعلومات بتاعتها زي ما بنقول كده، بتقعد مع الناس كده وتتفاهم وتفهم منهم. هي كمان نفس الوضع انك تقعد مع المدرسين بتوع المواد دي وتشوف ايه اللي يناسبك وايه اللي تعرفه عن علم الوراثه وايه اللي تعرفه عن علم الاقتصاد بحيث انه يفيدك في عمليه التصنيع. فانت في علم الوراثه بتختار الانسب والافضل في المنتجات الزراعيه او المنتجات الغذائيه اللي تناسب عمليه التصنيع. طيب علم الحشرات بتعرف ايه الحشرات اللي موجودة في البيئة اللي انت عايش بيها وازاي اقدر اقضي عليها. بتعرف ايه بتعرف ايه المنتجات او الحشرات اللي انت موجودة حواليك، وايه الحشرات اللي بدأت تظهر في المنطقة اللي انت بتعمل فيها او بتعمل عمليات تصنيع فيها، او كمان الحشرات اللي موجودة في مناطق الانتاج بتاعت الصناعات بتاعت الزراعات سواء كان حشرات موجودة في انتاج حيواني او حشرات خاصة بالزراعات النباتية. فانت لازم تكون ملم بيها عشان تعرف ازاي تقاومها، تعرف ازاي قبل ما تخش المعمل بتاعك او قبل ما تخش المصنع بتاعك ازاي تقضي عليها ما تسببلكش اي مشاكل. زي ما احنا بنقول كده انت بتحاول توفر داخل معمل التصنيع او داخل مصنع التصنيع بتاعك كل البيئة النظيفة الكاملة الطاهرة الغير ملوثة بشكل كامل عشان تقدر تطلع بتاع المنتج بتاعك سليم صحيا ما فيش فيه اي مشاكل صحية، ان المشاكل الصحية دي ممكن تؤدي الى غلق المكان او غلق المصنع او المعمل بتاعك. فاذا لازم تكون انت كمان ملم بعلم الحشرات. طبعا العلوم دي كلها يا جماعة يعني ما تحطش في بالك كده وانا هقعد اذاكر ده كله يا استاذ، لا، احنا بنقول انت زي زي الفراشة بتتنقل من زهرة لزهرة 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 علشان تقدر تلم منها اكبر كمية رحيق ممكنة تستفيد بيها وتعمل بيها اكبر اكبر استفادة ممكنة ليك. فاذا انت بتلم كمعلومات مش اكتر ولا اقل، يعني كمعلومات يعني من هنا ومن هنا ومن هنا تقدر تفيدك في مجال شغلك ان شاء الله بعد كده.
علم امراض النبات برضو زي ما احنا بنقول، اللي احنا بنعرف ايه هي امراض النبات المنتشره دلوقتي، وازاي انا لو انا مثلا جات لي عينه مثلا نبات او جالي طرد او جالي منتج فيه مرض مثلا معين من النباتات دي، بدل ما ارجعه تاني او بدل ما يحصل له مثلا عمليه تلف عندي او يحصل عندي يبوظ، ازاي انا اقدر اقاوم هذه ايه الامراض. وخصوصا كمان يا جماعه ان في بعض المصانع الكبيره بتعتمد على ان المزرعه بتاعتها هي اللي تبدا تاخد منها المنتجات علشان تبدا تصنعها، يعني هو صاحب المصنع نفسه عنده مساحه كبيره جدا كبيره جنب المصنع بتاع المنتجات الغذائيه بتاعته، فاللي بي المنتج اللي بيطلعه او المنتج اللي بيزرعه هو اللي بيدخله داخل المصنع، فده لازم اكون ملم بالامراض اللي ممكن تصيب النباتات اللي انا بزرعها دي عشان ابدا ايه اقاومها في ان شاء الله، يعني في ايه يعني في المزرعه اللي انا ببدا اخد منها المنتجات. فانا لازم اكون عندي زي ما بتقولي كده ايه يعني ترابيزه اجتماعات كبيره فيها مختص بعلم الكيمياء، مختص بعلم الوراثه، مختص بعلم البيولوجي، مختص بعلم كذا علم كذا، ونقعد زي ما بتقول كده قاعده حلوه كده مع بعض نتناقش ونشوف ايه اللي عندك يا سيدي النهارده، طب ايه اللي عندك يا سيدي النهارده، طب ازاي انا ابدا اقاومه، ازاي اعمل كذا، ازاي اعمل كذا. وفي الاخر انا اباب زي ما تقول كده قاعد على ترابيزه الاجتماعات دي بلم الملاحظات دي كلها واقعد ابدا اعمل بيها المشروع بتاعي وابدا اعمل بيها يعني الحاجه اللي انا هبدا اشتغل عليها ان شاء الله بعد كده. زي ما قلت لك علم الصناعات علم كبير جدا، مجاله مفتوح جدا 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 جدا، لازم يكون اللي شغال فيه انسان ملم بكل المشاكل بكل العلوم اللي موجوده حواليه، علشان زي ما بتقول كده دماغه كبيره قوي عشان يقدر ازاي يستفيد، ان هي اسرع وسيله استفاده ممكنه في الانتاج الزراعي اللي احنا عايشينه واللي احنا شايفينه حوالينا. لذلك الدوله بتهتم كويس جدا وبيهتم بشكل كبير جدا بالمنتجات الصناعات الزراعيه او الصناعات الغذائيه، لان دوت بيدر عليها دخل. ما هو الدوله هي عباره عن اسره او عباره عن مواطن صغير، كل ما كان الانسان بيلجا للحاجه اللي بتدر الربح عليه كل ما كان رغبته ليها اكتر. فاذا الدوله هي كمان بتحاول تدور او تشوف على تشوف الحاجات اللي ممكن تزود ربحها ايه او تزود الدخل بتاعها ايه، فبتلجا للصناعات الغذائيه، لان احنا زي ما بنقول بياخد من الـ 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 السوق ويدخل في المصنع يخرج منتجات الناس كلها بتقبل عليها، بالذات في زي ما تقول في الدول الخارجيه اللي بيبقى عندهم مشاكل في عمليه ايه التصنيع او في انتاج او في الانتاج الزراعي. طيب أسباب انتشار التصنيع الزراعي: توفير المواد الغذائية صالحة على مدار السنة في وقت عدم وجودها وندرتها، حفظ المواد الغذائية من الفساد والتلف، خروج المرأة إلى العمل بجانب الرجل. الحروب أحد الأسباب الهامة لقيام صناعة حفظ الأغذية، زيادة عدد السكان وتطور الآلات والتقدم العلمي، نمو المستوى المعيشي للمستهلكين وتغيير النمط الغذائي للمستهلك، إعداد المنتجات الزراعية بالصور المناسبة للتصدير. جميل، ده أسباب انتشار التصنيع الزراعي. نشرح كده خطوة خطوة كده بالراحة ونشوف إيه اللي موجود في الكلام ده، يعني إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يا أستاذ. أنا دلوقتي إيه اللي خلى الدول بدأت تفكر في عملية التصنيع الزراعي؟ اللي خلى الدول فكرت في عملية التصنيع الزراعي، أول حاجة عندي زيادة عدد السكان. أنا دلوقتي بقت الرقعة الزراعية زي احنا شايفين كده مثلا، وعلى سبيل المثال في مصر بقى عندنا الناس بتبني على الأراضي الزراعية، وطبعا زي ما احنا بنقول وبنشوف التلفزيون كل شوية يقول لك العدد السكاني والانفجار السكاني والكلام ده كله، وإن الدولة مش قادرة تغطي على الاستهلاك بتاع المنتجات الاستهلاك الموجود في مصر، يعني مش استهلاك اللي هو استهلاك الناس، ومش قادره كمان توفر المناطق الصحيه بتاعتهم. فاذا انا عندي انفجار سكاني على مستوى العالم بشكل كبير جدا، لازم اوفر للناس دي اكل وشرب زي ما بنقول. طيب لو انا اعتمدت على ان انا اخد المنتج الغذائي او المنتج الزراعي واروح ابيعه طازه في السوق من غير ما اعمل له عمليه تصنيع غذائي، الاكل ده مش لو كفاني النهارده مش هيكفيني بكره، طب اعمل ايه؟ بدانا نلجا بقى لعمليه الايه التصنيع الغذائي.
طبعا احنا عارفين ان في مواسم في الزراعات اسمها مواسم تكون كثيفه الانتاج، غزيره الانتاج. الفتره دي من السنه بيبقى المنتج متوفر في السوق بشكل ايه كتير جدا واسعار رخيصه جدا. ويجي فتره تانية من السنه او فتره تانية من العام، الفتره دي بيكون المنتج الغذائي شحيح جدا او المنتج الزراعي ده شحيح جدا بشكل انه ممكن يوصل لاعلى سعر اللي هو ايه يعني زي ما بنقول ايه سعر غالي جدا مبالغ فيه جدا. على سبيل المثال وليس الحصر، الطماطم مثلا او القوطه. الطماطم مثلا بتيجي عليها فتره من السنه بيسموها العروه مثلا، العروات دي بتكون موجوده تلاقي مثلا ايه سعرها يكون في السوق غالي جدا، وفترة تانية من السنة تلاقي مثلا ايه سعرها رخيص جدا ممكن يوصل لجنيه وباتنين جنيه مثلا في السوق، بعد كده في فترة معينة تلاقيها وصلت لعشرة جنيه وخمستاشر جنيه الكيلو. طيب انا بقى كمنتج او كمصنع غذائي لازم احافظ على الفترة دي، لازم احافظ او اعمل ثبات للاقبال بتاع الناس على المنتج ده بان انا اوفر لهم حاجة اسمها البدائل. طب هما الناس بيستخدموا الطماطم دي لايه؟ في عمليه الطبخ، ان انا بطبخ بيها او بحطها على الطبيخ عشان احول الخضار للون الاحمر اللي بيحبوه الاطفال وبيحبوه الناس وبيحبوا ان هم يطبخوا بيه. طيب ايه المشكله بقى لو انا جبت الثمار بتاعت الطماطم دي وحولتها الى وحولتها الى صلصه، والصلصه دي عملت ليها عمليه تصنيع ووفرتها طول السنه بحيث ان الناس يبداوا يوفروا الصلصه دي كبديل للطماطم او الطماطم الطازجه، ويبقى استهلاكهم في الطماطم الطازجه قليل جدا. فده مثال لاسباب انتشار ان احنا بدانا ننشر الماده دي، التصنيع الغذائي، او ان احنا بدانا نفكر في عمليه التصنيع الغذائي. كذلك الحاجه الثانيه ايه هي؟ ان انا اختلاف اذواق الناس. بقينا نشوف دلوقتي الناس بتقبل على حاجه اسمها الاندومي. الاندومي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نوع معين من المعجنات زي مثلا المكرونه او معموله بشكل معين شبه مطبوخ بحيث انها تسهل عمليه الايه؟ تسهل عمليه الايه؟ تحضير الغذاء بشكل سريع. كذلك خروج المرأة للعمل، الست دلوقتي بقت تخرج، بقت شريكة للرجل في شغلها. لما بتخرج دلوقتي للشغل عايزة ترجع البيت بقى ما تجهزش الأكل، هو أصعب حاجة في عملية الطبخ هو أو عملية التحضير للأكل. بتبدأ تجيب مثلا الخضار تغسله، بعد ما تغسله تقطعه أو تجزأه، بعد كده تخش فيه أو تعمل عملية الإيه؟ الطبخ. لا، إحنا دلوقتي كعملية تصنيع غذائي أو كمصنعين غذائيين بنوفر للست عمليات التجهيز، بنقول لها خدي الحاجه من الكيس اللي احنا جايبينه لك وابداي سويه، اعملي عمليه تسويه على طول عشان تبداي توفري على نفسك الوقت الخاص بعمليه الايه؟ تجهيز الاكل. فاذا الحاجات دي هي اللي خلت الناس او خلت المصنعين او خلت الاصحاب الراس المال يبداوا يفكروا ان هم ازاي يستغلوا الفلوس بتاعتهم. انا راجل دلوقتي معايا فلوس عايز استغل، بفكر اشوف الناس عايزه ايه وابدا اشوف بوفر الحاجات اللي هم عايزينها دي بشكل ايه سريع. طبعا للاسف وقت حلقتنا سرقنا، ويعني كان نفسي ان انا ازود معاكم اكتر من كده، لكن ان شاء الله اوعدكم في حلقات ان شاء الله جايه تكون يعني عندنا متسع من الوقت ان احنا نشرح فيه ونتكلم فيه عن ماده الصناعات ان شاء الله في الوحدات اللي جايه بشكل ان شاء الله افضل ومبسط. ارجو ان انا اكون عند حسن ظنكم. كان محدثكم الاستاذ عبد المجيد محمد عبد القادر مدرس ماده الصناعات الزراعيه. شكرا لفريق الاعداد، شكرا لفريق الاخراج، وان شاء الله القاكم في حلقات قادمه والى اللقاء.